مشاهدينا، أعاد التصعيد العسكري في البحر الأحمر بين الحوثيين وتحالف السعودية والإمارات أعاد معركة الحديدة إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد إشارة التحالف إلى أن الحوثيين يتخذون من ميناء الحديدة منطلقا لهجماتهم في البحر الأحمر وتهديد أمن وسلامة أهم خطوط النقل في العالم. وأعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم تجميد كل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب مؤقتا بعد هجوم الحوثيين الذي استهدف ناقلتي نفط. هذا وازداد التوتر واتسعت المخاوف عندما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي عن استهداف مطار أبو ظبي في الإمارات. وقال الحوثيون أن سلاح الجو المسير قصف مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3. هذا وتذبذبت أسعار النفط العالمية أمس الخميس في أعقاب الهجوم الحوثي على ناقلتي النفط السعوديتين في مضيق باب المندب. مشاهدينا، للمزيد ورحب ضيفي هنا في الاستوديو دكتور علي نعمان المصفري الكاتب والأكاديمي اليمني. ورحب بك دكتور علي. بداية، مع إعلان الحوثيين عن مهاجمة مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، هل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة؟ المسألة برمتها هي تصعيدية من أجل الذهاب إلى الحل السياسي، لكن بشروط ميسرة وليس بالشروط المعقدة التي ربما بعض الأطراف الإقليمية والدولية تريد أن تفرضها، خصوصا وأن المبعوث الدولي لا زال حتى هذه اللحظة متفائل كثيرا من أنه يستطيع أن يفتح ثغرة للحوار السياسي، ولديه طبعا خطة لم تعلن حتى هذه اللحظة، رغم أنه اليوم غادر مطار صنعاء الدولي بدون إعلان عن أي صيغة أو اتفاق بعد التقاءه بالسيد عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله وبعض المسؤولين هناك في صنعاء. لكن برمتها التصعيد هذا أولا باستهداف الناقلتين السعوديتين في البحر الأحمر باب المندب مضيق باب المندب، وأيضا التصعيد بالطائرات المسيرة، يريد من خلال هذا أنه إيجاد نوع من الزحمة السياسية يسموها الزحمة العسكرية للإنفراج السياسي، وبالتالي إيجاد ثقب أسود آخر جديد بعد عمليات اللي حصلت الآن التصعيدية على المستوى الميداني في المديريات الجنوبية للحديدة، وتقريبا قاب قوسين أو أدنى صارت الحديدة في مرمى المدفعية أو في مرمى القوات المشتركة. ولكن توسيع دائرة المعركة لتصل إلى قصف مطار أبو ظبي وقصف ناقلات في مضيق باب المندب، هذا فيه مخاطرة كبيرة لأنه يوسع دائرة الصراع ويدخل دول أخرى بشكل مباشر ربما في هذا الصراع. هو الآن اقتربنا من الحديث اللي تحدثنا مع حضرتك في وقت سابق من أن الحرب بالوكالة، الحرب الإقليمية والحرب الدولية بالوكالة، فلو تلاحظ هي لا تبتعد كثيرا ولا تتزحزح عن ما هو موجود الآن في الملف النووي الإيراني والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية وانسحابها من الاتفاق حول هذا الملف، وأيضا تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بمنع تصدير النفط الإيراني. فهذه هي طبعا مضيق هرمز احتمال يغلق في أي وقت لاحق، وهذه هي رسائل من إيران أيضا على اعتبار أنها ترسل الرسائل أولا إقليميا من أن السعودية والإمارات أصبحوا الآن في مرمى سهل، ليس صعب، المسافة قريبة جدا على اعتبار أن صنعاء صارت الآن هي العاصمة الرابعة التي سقطت بيد إيران. وبالتالي أنه اكتمل الهلال الإيراني بين قوسين. فهذا من جانب. الجانب الثاني، إذا تريد إيران أنه تقول أنه في لنا حلفاء استراتيجيين في المنطقة هي الحوثيين، وبالتالي إذا تريدوا أنتم الآن أن تحلوا المشكلة في سوريا ربما تكون هناك نوع من المقايضة أيضا بالملف الإيراني وبالملف اليمني، بحيث أنه لو تلاحظ جريفيث
مارتن جريفيث المبعوث الدولي الجديد حتى هذه اللحظة لم يقدم، ولكن من خلال متابعتي الدقيقة رشح، وهذه لأول مرة أتحدث عنها، من أن هناك خطة على سلمين. السلم الأول هو الحديدة، بحيث أنه تسلم الحديدة للأمم المتحدة وليس للشرعية والتحالف، وتشرف عليها قوات تابعة للأمم المتحدة، مقابل أيضا انسحاب من القوات المشتركة في صعدة، المديريات التي تم تحريرها حتى هذه اللحظة هي ثلاث مديريات تقريبا أو مديريتين وجزء من الثالثة. وبالتالي هذه الخطة الثانية اللي هي تسمح على أساس أنه الارتفاع التدريجي بالاعتراف الدولي بواقع الحوثيين. يعني صار الآن الحوثي واقع ملموس على الأرض، وبالتالي الآن زعزعة الميزان السياسي لصالح طرف أصبح من الأمور الصعبة، خصوصا وأن التحالف العربي استطاع أن يخترق حد كبير، أنه مع تحرير الجنوب والأخوة في المقاومة الجنوبية حققوا استراتيجية معقولة في اتجاه الأهداف الاستراتيجية لعاصمة الحزب، لكنها في المقابل أيضا لا زالت تتراوح بين هنا وهناك، لأنه لم يتم تطبيع أوضاع الجنوب بالشكل اللائق اللي بيسمح أيضا للأخوة الجنوبيين استقرار. دعنا نشك معنا الدكتور علي سيف رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات، ينضم إلي عبر الهاتف من ويلز عبر سكايب، عفوا. أرحب بك دكتور علي. بداية، إلى أي مدى هناك علاقة بالفعل بين هذا التصعيد من قبل الحوثي بقصف مطار أبو ظبي وقصف ناقلات في باب المندب مع قضية النووي الإيراني والحصار الذي ينوي ترامب فرضه على إيران؟ والله يا أخي أنا لا أرى ترابط مباشر بين كل هذه العوامل حقيقة، لكن الحوثيين الآن يتصرفون بشكل يعني المضطر إذا حبيت، لأنهم يعني بدأوا يروا أنهم يعني تتقلص قوتهم على الأرض، يعني بدأت دول الحكومة الشرعية ودول التحالف بدأت يعني الآن هي على مشارف الحديدة، وقد دخلت بعض القوات في الحديدة، إذن هناك يعني تهديد مباشر للحوثيين في الحديدة، وهم يرون أنهم بهذه الخطوة وهي يعني ضرب بعض السفن في البحر الأحمر وبمهاجمة مطار أبو ظبي، يرون أن هذه ربما خطوة ربما قد تهدي، يعني ستجر أطراف دولية إلى الموضوع لتهدي الموضوع وتقوم بعملية سلام يقبل به الحوثيين. نعم. لكن تفضل. نعم. ولكن دكتور علي، يعني في هذه القضية بالذات ربما لم يتساءل أحد أنه هذه الطائرة التي قصفت مطار أبو ظبي من أين أتت؟ لا يمكن أن تأتي من اليمن إلى مطار أبو ظبي، ولا يمكن التحكم فيها على ما أعتقد. وأيضا القصف الذي حدث مؤخرا بطائرة أيضا مسيرة على أرامكو بالقرب من الرياض، وبالتالي هناك من يؤشر إلى أنه إيران لها يد في الموضوع. هو حقيقة الطائرة التي نتكلم عليها وهي الدرون، طائرة بدون طيار تمتلكها القوات الجوية الإيرانية، وربما زودت بها الحوثيين أعتقد. فأنا بتصوري أن هذه الطائرة يعني مداها التي يمتلكها الإيرانيون مداها ما بين 900 إلى 1200 كيلومتر، وطبعا إذا كان يعني هناك احتمال أن هذه الطائرة تروح أبعد من هذا المدى فتحتاج إلى تكنولوجيا متطورة وإلى لوجستيات. أنا أعتقد أنه إذا كان بالفعل هناك حقيقة يعني شيء غريب، دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أنه كان هناك في مشكلة في عربة من العربات التي تسير في المطار، وعليه قد أوقفت بعض يعني تشغيل يعني في بعض الجزئيات في المطار. نعم.
لكنهم لم يعترفوا أن هناك يعني ضرب من الحوثيين، وهذا الذي يعني استنتج منه كثير من المحللين أن بالفعل هناك طائرة وصلت. لكن أنا بتصوري يستحال إنها كانت من صنعاء أو من الأراضي اليمنية. نعم شكرا. أنا أعتقد أن هناك طرف ثالث، لا أقول من إيران لأن إيران الآن العيون عليها، الأقمار الصناعي عليها، ويعني لا أظن إنها سترتكب هكذا حماقة. لكن أنا أعتقد أن هناك دولة مجاورة هي التي سخرت للحوثيين لوجستيا. شكرا. شكرا لك دكتور علي سيف، والمعذرة لضيق الوقت. دكتور علي سيف رئيس المركز اليمني الخليجي للدراسات، كنت معي عبر سكايب من ويلز. دكتور علي نعمان، بأقل من دقيقة لو سمحت، يعني ألا يخشى أن يتعقد المشهد اليمني بهذا التوسيع لهذه المعركة نحو أبو ظبي والرياض؟ ذكر نحن تحدثنا قبل سنة ونصف تقريبا على هذا المنبر، وقلنا أنه اللي حاصل الآن في الوطن العربي بشكل عام واللي حاصل في سوريا واليمن، هذه هي جزء من التحضير للفوضى الخلاقة التي لم تستكمل بنيتها العسكرية بعد. اليمن مدخل، اليمن لسه مدخل، لأنه لو كان هناك في إرادة إقليمية ودولية، إرادة سياسية حقيقية، كان يمكن تطبيع الأوضاع، أو على الأقل حتى في المناطق المحررة في الجنوب مؤسسات بناء مؤسسات الدولة، تطبيع الأوضاع خدميا وحتى الرواتب إلى آخر. ولكن أنا في تقديري أن هنالك أيضا خطة تستهدف التصعيد هذا بحيث أنه تقرح العصا من النصف ما بين إيران والسعودية على وجه التحديد، وبالتالي الحرب الخليجية الرابعة على الأبواب. شكرا لك دكتور علي نعمان المصفري، الكاتب والأكاديمي اليمني، على حضورك معنا. شكرا.